مركب طلع 20 متر مزودة بكافة الأجهزة الملاحية وأجهزة صيد الأسماك. إيه ده؟ بيعمل إيه الخرطوم ده في الجنب؟ لو سمحت يا بي، دي ملكية خاصة، ما ينفعش تيجي تقف هنا من غير تصريح. يا بي قلت لك ما ينفعش تقف هنا، أنت كده بتأذيني في شغل أنا ممكن أجازة فيها. هدي نفسك وافتكر كلام المعلم تشيف، والله يمسيه بالخير. ربنا يحنن عليك يا بنت، معيش فك. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تركيا مليانة متسولين. ما أنا حتى لو عايز أساعدك مفيش اجتهاد منك، المفروض تسحب عليا إزاي وأنت شايلة جيتار؟ يا ستي أهو أهو، حل عني بقى، مش أنت لوحدك اللي بتعرف تتمسكني. ده لو جبت عيل بيبيع مناديل في قشرة مرير هيكون مقنع عنك. أخيرا الواحد ما صدق يزوغ منه. العملية كانت ماشية زي الفل، مش عارف طلع لي منين ده يا الكلب ده، خلاني قطعت الخلف. احنا نندمج وسطهم عشان لو البوليس جه سال ما يعرفش يثبت حاجه. هي جهزت السحور ولا لسه؟ انا جيسي، عندي سنتين ما يعادل 24 سنه بعمر البشر. بدات الستارت اب بتاعي فكره جديده جدا، ان انا هعمل براند توت باج. بدات من الصفر بسلفه بسيطه من ابويا، حوالي 4000 دولار، عشان اجيب القماش ومكنه الخياطه اللي هشتغل بيهم. كنت لما بنزل مع مامتي السوق بنجيب خضار، الشنط البلاستيك كانت بتوجع الايد وبتعمل خطوط حمراء في الصوابع كده، فحسيت انه لأ، لازم حد يدخل ويصمم حاجة يفيد بيها البشر. فقررت ان اعمل التوت باك دي عشان اخلص الناس من معاناتها. اي نو انكم هتسألوني واز ديفرنت بين التوت باك بتاعتي عن اي حد تاني. هقول لكم، انا التوت باك بتاعتي مش بس توت باك، اتس تون وان برودكت، اتس توت باك وكمان ممكن تطبعوا عليها رسومات تدل عن شخصياتكم عشان تحسوا بالثقة بالنفس وانتوا ماسكينها. جالنا بلاغ من امن حديقة الحيوان ان القردة بتطلع على الشجرة وتقعد تحدي في قشر الموز على الفيل مدحت ويتنمر عليه بسبب وزنه، وده دخله في حالة اكتئاب مخليها مش عايز يشوف زوار، وده طبعا بيأثر على ميزانية الحديقة بالسلب، لان كل طلبة المدارس بيجوا مخصوص عشان يتفرجوا على الفيل مدحت. فتحي تعالى اتصور معايا وقول حاجة للصحافة. ما بحبش اعمل لقاءات وانا شغال. ما تزعلوش منه، اصل عنده مشاكل مع مراته. تمام بقى، خدت اللبن بتاعي عملته بيه صوبيا، انا ماليش حاجه اشربها على الفطار، لولا ان عايز صيامي يتقبل كان هيبقى في كلام تاني دلوقتي. بس وماله، نيجي على نفسنا شويه ونستحمل الشهر ده وكله هيتحاسب في العيد. فاكر لكم كل حاجه ومش ناسلكم. تعال بص، جبت ايه؟ سرقته من عيل صغير كان بيفرع صواريخ في الشارع، بيسموه ايباد باي، نزلت عليه لعبه فشيخه. استنى بتشتغل ايه؟ بص عامله زي كورس اونلاين بتتدرب عليه عشان لما تقابل فار حقيقي، وكل ليفل بتبقى مهد من اللي قبله لحد ما توصل ليفل الوحش وتقابل الفار النرويجي. لحظه كده، هو ليه في لعبه للفيران ومفيش لعبه للقطط؟ هي لو سمحت ارجوك افتح لنا جيري، مش فاكرني؟ الواد توبي من الجزمه بعد ما صعب عليا وفتحت له الباب قام غدر بيا وطردني، ومن ساعتها وانا عمال اخبط على البيوت كلهم ناس عنصريه محدش راضي يدخلني. اخرهم ست راسها مش باينه جريت ورايا بالمقشه، مع اني لو كنت ابيض كان هيبقى اسمي هامستر وياكلوني جبنه سويسريه. مساء الخير. شكله عيل كتير قوي النهارده. انا شام رايح حلو، عاملين لي اكل النهارده على الفطار. ايه ده؟ عيال صغيره تاني؟ مين اللي عزمهم؟ طب انبسط انتوا عزومه العيله، انا مش جعان دلوقتي ماليش نفس.